تركيبة علاجية مخصصة للصلع والناس اللي عندها فراغات كبيرة في مقدمة الرأس، والناس برضو اللي بتعاني من تساقط شعر شديد جدا بقالهم سنين والتساقط ده مش راضي يقف تماما. وهنعمل التركيبة دي بطريقتين مختلفتين للناس اللي بتحب الزيوت والناس اللي برضو ما بتحبش الزيوت، ملكوش حجة. تركيبة من أفضل وأقوى تركيبات علاج الصلع وإنبات الشعر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا جماعة تكونوا بخير وشعركم بألف صحة وألف خير. أفضل وأجود العناصر اللي بتساعد على إنبات الشعر أيا كانت حالتنا ميؤوس منها. الناس اللي عندها صلع ومثلا بتجرب علاجات كتير من علاجات الصلع وما بتجيبش معاها أي نتيجة، الناس برضو اللي عندها تساقط شعر شديد بقاله سنين كتير وبرضو ميؤوس منه وما بيوقفش، التركيبة دي فيها أقوى العناصر الطبيعية وهنحضرها بإيدينا منزليا لضمان جودتها وناخد حاجة نظيفة إحنا اللي عاملينها بإيدينا. والمكون الأول فيها وهو زيت الجوجوبا او الهوهوبا اويل. الكميه اللي هستخدمها في الوصفه دي هي 60 مللي، هستخدم 60 او هنحتاج 60 مللي من زيت الجوجوبا او الهوهوبا اويل. وزيت الجوجوبا من الزيوت المعروفه جدا في موضوع انبات الشعر وبتساعد على تسميك الشعر، تخلي الشعرية ليها سمك وحجم وبتنبت الشعر الضعيف. والمكون التاني معانا وهو طحالب السبيرولينا، هكتب لكم اسمها هنا بالعربي وبالانجليزي علشان تعرفوها. طحالب كده لونها اخضر مزرق زي ما حضراتكم شايفين. الناس اللي معانا هنا في القناة اللي جربوا السبيرولينا لما عملناها في ماسك السبيرولينا قبل كده، قالوا لي حتى في بيكتبوا في الكومنتات كتير جدا ان الماسك ده جاب معاهم نتائج ممتازة جدا وفي وقت قصير ووقف لهم التساقط. وفعلا السبيرولينا من ضمن الحاجات اللي بتساعد على انبات الشعر، بسميها دايما سماد الشعر، بتمد الشعر بالفيتامينات والمعادن اللي مش موجودة في اكلنا وشربنا. اشهرها على الاطلاق اليود، احنا كعرب في العموم عندنا أزمة في نقص اليود. المكون التالت معانا وهو زيت الروزماري العطري أو زيت إكليل الجبل العطري. ولازم يا جماعة نتأكد من جودة الزيوت اللي بنستخدمها ونتأكد إن الزيت اللي احنا جايبينه زيت عطري بيكون مكتوب عليه بيور اسينشال أويل أو زيت عطري 100%. ناس كتير جربت زيت الروزماري وفعلا لقوا منه نتائج جميلة جدا في انبات الشعر وعلاج تساقط الشعر. هنجيب يا جماعة كمية من زيت الجوجوبا او الهوهوبا اويل ما يعادل من 40 ل 60 مللي. انا هنا بحضر كمية قليلة علشان تبقى واضحة في الصورة. هنحط على تركيبة الزيت بتاعتنا تقريبا نصف ملعقة او ملعقة مسطحة زي ما حضراتكم شايفين كده من السبيرولينا، مش هنحتاج نحط كتير، هنحطها باستخدام قمع زي ما حضراتكم شايفين داخل قوام الزيت. وبعد كده يجي دور زيت الروزماري العطري، هنحط منه لو احنا بنستخدم او لو انتوا هتحطوا على مثلا كمية زيت جوجوبا 60 مللي يبقى هنحط من 20 الى 30 قطرة من زيت الروزماري العطري، تمام، من 20 ل 30 قطرة، يعني الفرق مش هيبقى كبير قوي، ولكن ممكن نخلينا في النص نحط 25 قطرة من زيت الروزماري العطري. ونقلب الخليط او نرج الزجاجة بتاعت الزيت بتاعتنا كويس جدا علشان المكونات تمتزج ببعض بشكل كويس ويبقى قوام متجانس. وبعد كده الزيت ده او التركيبة دي على بعضها كده هنحطها، هنلفها بقماشة سوداء وهنسيبها في مكان معتم مدة 12 ساعة بالظبط. وبعد كده نصفي الشوائب منها، نصفي الشوائب لان طبعا السبيرولينا اللي احنا حطيناها بيبقى فيه الذرات البسيطة بتاعتها او الحبيبات بتاعتها، فبنبقى محتاجين نصفيها عشان نحصل على قوام زيت صافي تماما من اي شوائب. وبنستخدم يا جماعة الزيت ده او الخليط ده مرتين اسبوعيا. ايه المقدار اللي بنستخدمه بيه؟ بنستخدم من 10 الى 15 قطرة فقط لا غير على كامل فروة الرأس مع التدليك. ويفضل قبل ما نستخدم الزيت ده على فروة الرأس ان احنا نستخدم قبليه الديرما رولر او المايكرو نيدلينج علشان
تفتح بصيلات الشعر بشكل كويس جدا، وبعد كده نطبق الزيت ده على فروة الرأس وندلك كويس جدا ونسيبه على الشعر لمدة ساعتين، بعد كده نغسله بالشامبو. طيب بالنسبة بقى للناس اللي ما بتحبش تستخدم الزيوت على فروة رأسها وصحة شعرهم ما بتمشيش قوي مع الزيوت، في حاجة ليهم يعني هي نفس الخليط ده ينفع يطبقوه من غير الزيت؟ ينفع، هنطبقه بالطريقة التانية اللي هقولكوا عليها. احنا في الوصفة الأولى استخدمنا زيت الروزماري العطري، في الوصفة دي هنستخدم عشبة الروزماري اللي شكلها زي ما حضراتكم شايفين كده، طبعا كل الناس عارفة ايه هي عشبة الروزماري، وهنستخدمها بالشكل المجفف اللي حضراتكم شايفينه ده، هنجيبها مجففة مش هنجيبها فريش، علشان احنا مش هنستخدمها بالشكل اللي انتوا شفتوه دلوقتي ده، احنا هنوصل ان احنا هنطحنها ناعم، هتطحن ناعم بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه في الصورة ده، تمام؟ تطحنوها ناعم ازاي؟ تروحوا عند اي العطار اللي انتوا بتجيبوا منه الاعشاب يعني، وتقولوا له اطحن لنا الروز ماري ناعم زي ما بتطحن البهارات، اهم حاجة ان تكون بودرة زي اللي حضراتكم شايفينها دي كده. جيب مقدار ملعقتين من عشبة الروز ماري مطحونة، ومهم جدا ان هي تكون مطحونة بودرة كده، وهنحط عليها مقدار ملعقة صغيرة من السبيرولينا اللي احنا استعرضناها في اول الفيديو، بعد كده هنصب عليها القليل من الماء الفاتر، تمام؟ مية ما تكونش باردة قوي وما تكونش برضو سخنة قوي، ونقعد نقلب كويس جدا الخليط مع بعضه لغاية ما نوصل للقوام اللي حضراتكم شايفينه ده، قوام الكريمي او القوام يعني اللي تقيل شوية اتقل من السائل بشوية. خليط انا عايز اقول لكم يا جماعة رائع جدا في انبات الشعر وتكثيف الشعر، ويعتبر هو بالطريقة دي كمان مكثف اكتر من الزيت، يعني الطريقة دي يمكن متعبة شوية في تحضيرها لان بتحتاج نحضرها كل مرة بنستخدم فيها العشبة او بنستخدم فيها الخليط، ولكن بالطريقة دي هي الاقوى على الاطلاق. والخليط ده يا جماعة بنطبقه على جذور الشعر وعلى الشعر نفسه، يعني بنعمل الماسك على جذور الشعر نفسها وندلك، اهم حاجة يوصل لجذور الشعر، لان الماسك ده مخصص لانبات الشعر ولتكثيف الشعر، فهو بيخاطب بصيلات الشعر نفسها، وبرضه في نفس الوقت السبيرولينا بيكون فيها مواد مغذية للشعراية نفسها، الجزء الاسود اللي فوق ده بيكون فيها مواد مغذية بتغذي الشعراية وبتخليها انعم وتطول بشكل اسرع. انا مش هتكلم كتير على الماسك ده يا جماعة، لان الناس اللي جربت ماسك السبيرولينا اصلا لوحده كانوا منبهرين بالنتائج. الماسك ده يا جماعة امن تماما على كل الناس باستثناء الاطفال تحت سن الثمان سنوات، يعني بلاش الاطفال تحت سن الثمان سنوات ان احنا نستخدم معاهم يعني اي علاجات سواء طبيعيه او دوائيه، ده تفضيل شخصي عامه يعني انا بحب اقوله دايما في اي فيديو. والناس اللي عندها فراغات في الشعر ماسك السبيرولينا والروز ماري ده هيجيب من الاخر، ده حاجه كده من الاخر، يعتبر من اقوى الماسكات اللي بتعالج فراغات الشعر، وزي ما قلت لكم يعتبروا اقوى نباتين بيعالجوا الشعر بصفة عامة، وبيعالجوا سواء تساقط الشعر او سواء الصلع الوراثي، دمجهم مع علاجات الصلع الوراثي ادي الى نتائج ممتازة جدا. الماسك ده يا جماعة كمان ممكن استخدامه على الحواجب ولكن بكمية بسيطة، يعني لو حد حواجبه مثلا خفيفة او كده ممكن يعني يعمل كمية قليلة من الخليط ده وتعمل صباعها كده، مثلا السيدة اللي عندها حواجب خفيفة تعمل صباعها فيه كده وتعمل حواجبها، يعني وانتوا بتعملوا شعركوا بالماسك ده ممكن تاخدوا جزء منه وتحطوه وتعملوه على الحواجب كده، هيخلي حواجبكم كثيفة جدا. هل الماسك ده موجه للحية او لتكثيف اللحية؟ لا، هو موجه لشعر الراس وممكن برضو لشعر الحواجب، هيبقى كويس قوي. سواء هتجربوا الماسك ده او تركيبة الزيت الرائعة الجميلة دي، صدقوني هتلاقوا فرق شاسع وتحول 180 درجة في جودة الشعر وفي انبات الشعر. الناس اللي حواليكوا برضو هيستغربوا من الكثافة المفاجئة اللي هتحصل في الشعر. سؤال فيديو اليوم للناس اللي مصحصحة معانا، اي من العناصر الاتية يحتوي على اليود او الايودين؟ نمرة واحد الروزماري، عشبة الروزماري او اكليل الجبل. نمرة اتنين طحالب السبيرولينا.
نمرة 3 زيت الجوجوبا. اكتبوا لي الإجابة في التعليقات، والسؤال ده سؤال صعب، يعني أنا بسأل دايما أسئلة سهلة، السؤال ده للناس اللي مركزة في الفيديو كويس جدا. لو في حد مش مركز في الفيديو ده مش هيعرف يجاوب السؤال ده أبدا، واللي هيجاوب السؤال ده اعرف إن أنت إنسان مثقف جدا وإنسان مركز جدا وإنسان عندك درجة عالية من التركيز، وهتبقى من الناجحين. أعتقد اللي هيعرف إجابة السؤال ده يبقى شخص ناجح جدا، لأن أنا قلتها في النص كده في نص الفيديو ممكن محدش ياخد باله منها قوي. اكتبوا لي الإجابة تحت في التعليقات، ولو في عندكم أي سؤال أو أي استفسار بخصوص اي حاجة سواء موضوع الفيديو ده او موضوع تاني اكتبه لي برضو في التعليقات، يا اما انا هرد عليكم بنفسي يا اما احد الاصدقاء لو في حد عنده تجربة مماثلة او معلومة ممكن يفيدكم بيها برضو احتمال يرد عليكم في التعليقات. وتشرفت جدا ان انت شفت الفيديو ده، واشوفكم على خير في فيديو جديد قريب. سلام عليكم.